مساء الليل، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. انا شاكر دعمكم ليا. اتمنى وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. حلقة النهاردة انطلبت مني كتير، كل بعت لي بيقول لي عايزين نتكلم عن الجاثوم او ايه هو الجاثوم وايه حقيقته بالظبط. الجاثوم اللي هو بيسموه شلل النوم. طيب ايه اعراضه؟ تبقى نايم تجيلك حالة ارتخاء كامل في الجسم. الحالة دي متقدرش تتحكم في اي عضلة في جسمك، حتى لسانك متقدرش تتحكم فيه، وبتشوف عادة كيان موجود معاك في المكان، قصير او طويل او على هيئة حيوان. واحيانا الجاثوم بيجي يكبس على نفسك، بيدوس على منطقة الصدر، او بيجي جنبك يهمس في ودنك بحاجة بلغة انت ما تعرفهاش او صوت صفير. طيب نسبة قد ايه من الناس بيجيلها ده؟ الابحاث العلمية اللي انا اطلعت عليها بتقول حوالي 20%، بس انا بقول لا، اكتر من 40%. ده رأيي الشخصي على حسب اللي انا شفته في حياتي. ايه اسباب الجاثوم او شلل النوم؟ طيب الاسباب اللي انا بسمعها او اللي انا بشوفها كتيرة جدا: جن سحر، مس، جن عاشق سواء للراجل او للست، عمل معمول، كل دي من الاسباب اللي انا بسمعها تكون سبب للجاثوم. طيب ايه الاسباب العلمية؟ ما في اسباب علمية وفي اسباب دنيوية، وزي ما انا دايما بقول لكم ما تروحوش للاسباب اللادنية او الاسباب الغيبية قبل ما تعرفوا الاسباب الدنيوية ايه. طيب اسمعوا مني انا بقى الحقيقة. الجاثوم نوعين عشان نكون واضحين. 99% منه ملوش دعوة بالجن، وواحد في المية او اقل ليه دعوة بالجن. طيب ازاي؟ انا هقولك. والكلام اللي انا بقوله ده مش كلام اعتباطا، يعني ممكن تخش من وراي المصادر كتير وخش الناس موثوقه واسال، ده غير ان انا بدي لك الحاجه من مصدرها. دي حاله بتيجي في الجسم بتكون سببها ادويه بتتاخد، ارهاق شديد جدا، اجهاد شديد جدا، نوعيات اكل معينه. بتكون جسمك في مرحله النوم. المرحله بتاعت النوم مرحلتين، انت بتكون داخل في المرحلة التانية وما نقلتش من المرحلة الاولى. هنا بيجيلك الكوابيس وبيجيلك الجاثوم. في المرحلة دي جسمك بيكون بدأ يسترخي بالمرة، وبالتالي لما بيهاجمك حاجة زي كده انت ملحقتش تستوعب اللي بيحصل، فما تقدرش تتحرك. ايه سبب اللي انا بشوفه؟ اللي بتشوفه ده نتيجة العقل الباطن ونقص الاكسجين اللي بيحصل لك وقتها، بيتكرر، بيجي الناس مرات ومرات ومرات وبيقعد معاهم مرات ومرات ومرات، يتكرر. ده السبب العلمي. وفي دراسات سمعت عنها كتير او اتعملت سواء على الانترنت او من بره الانترنت، انا نفسي قريتها من بره، اتعملت في امريكا وفي كندا وفي استراليا وفي اليابان على الموضوع ده. والجاثوم مذكور في كتب التاريخ، كتبنا احنا كعرب وكمسلمين، مكتوب انه كان موجود الجاثوم زمان وكانوا بينسبوه للجن. هقول لكم انا ليه اتنسب للجن. فموجود من زمان، مش حاجة جديدة، مش حاجة جديدة. وطبعا هو اللي ليه دعوة بحتة يقولك اصل انت ملبوس والجن قاعد على صدرك عشان يوصل لك رسالة، او الجن بيحاول يخطفك تحت الارض، او لا مفيش الكلام ده. طيب ايه السبب التاني اللي انا قلت عليه انه من الجن؟ فعلا من الجن، انا ما بلخبطكش، انا بديك حقيقة. بيكون جن عابر، بيكون جن عابر شافك مرة واثنين وثلاثة. ممكن انت في الوضع اللي شافك فيه مرة واثنين وثلاثة انت في حالة منكر شديد، او بمعنى اصح مش عايز اقول منكر، يعني تقدر تقول بعيد عن ربنا. بيعمل معاك الموضوع ده، ممكن يكرره لك مرة واثنين وثلاثة واربعة وسيبك وبيمشي. عابر مش مسلط. فرق بين المسلط والعابر. المسلط هيعمل لك كده بس هيدوم معاك سنين، ومش بس في كده، ده هيطلع لك في حاجات تانية كتير اتكلمت عنها. بص على القناة هتلاقي في حاجات كتير.
هيعمل لك اكتر من كده، بس لو هو بيجي لك الحاله ديت ده بيبقى عابر. طيب حاجه زي كده علاجها ايه؟ اولا الشق الطبي طبعا انا مش هفتي فيه، مش ممكن افتي لك في حاجه طبيه، ده بيبقى علاجها عند الاطباء ببعض الادويه الخفيفه يعني، لان عاده بيقول لك ده بدايه صرع لو اتكرر، ده راي الطب مش رايي انا، بيقول لك ده بدايه صرع لو اتكرر، وعلاجه بسيط جدا يعني ما بيقلقش. طيب في الناحية الدينية ايه بقى مشكلته؟ ملوش مشكلة، اتوضى قبل ما تنام واذكار المساء قبل ما تنام، بس نام على طهارة واذكر الاذكار بتاعتك وان شاء الله مش هيحصل لك شيء. واذا تكرر، اذا حصل لك الموضوع ده، خد ببساطة، ما تحطش في بالك ان انت عليك سحر او عليك عمل او او او، لا مش شرط، مش كل حاجة تحطوها للسحر او لغيره. دي حقيقة الجاثوم اللي بيتكلم بيسألني عليها كذا مرة، واللي ناس لقيتها بتحطها لي في الكومنتات ان الجاسوم بيكلمها وبيقول لهم اخبار، الكلام ده كذب مش صح، بس معلش في الحتة دي اسألنا انا متسألش غيري، الكلام ده مش صحيح، مفيش حد هيتواصل معاك على هيئة جاسوم، لا في فرق بالجاثوم في فرق بالتواصل، ده حاجة ده حاجة تانية خالص، ده طريقة وده طريقة تانية خالص، بيتمش التواصل بالطريقة ديت، ما بيتمش بالكلام دوت، واذا تم مش كده. فما فيش حد يجي يقول يا جماعة اصلا الجاثوم دوت رسالة جاية لي من عالم اخر، او زي ما سمعت من واحد يقول لك اصل ده القرين بينزل وانت نايم، ما فيش حاجة الكلام ده، فيش حاجة يا جماعة اسمها القرين بينزل بيعمل لي جاثوم او القرين بيتجسد لي عشان زهق مني وانا نايم، ما فيش الكلام ده يا جماعة، صدقوني مفيش الكلام ده، الكلام ده غير صحيح بالمره. جاثوم حاجتين، يا اما اختلال في النوم بسبب كتير اللي انا قلتها، يا اما جن عابر عمل معاك كده بسبب وجودك في طريقه في مكان وانت بعيد عن ربنا، يعني انت نايم بعيد عن ربنا بس، لكن او مسلط، مسلط ده انا قلت لكم قبل كده هيعمل ايه وهيتصرف معاك على فتره طويله قد ايه، ما بيجيلكش على هيئه جاثوم، ده بيصحيك من النوم خليك تشوفه بتتحرك ويؤذيك، لكن مش هيخليك يثبتك في مكانك، ممكن يثبتك في مكانك بس هتلاقي نفسك لعابك في الاوضه، حرك لك السرير، رفعك، نزلك، كذا كذا، ده من الجاثوم ده، لانك تبقى انت في كامل ارادتك بس مش عارف تعمل حاجه. فده الجاثوم يا جماعه، وانا حبيت بس اوضح النقطه دي، زي ما انتم طلبتوا مني في الكومنتات وفي لايف كتير اني عايزين نعرف ايه الجاثوم، وزي دايما انا بقول لكم قرب لربنا، خليك مع ربنا وما تخافش، لان يعني ربنا اقوى من كل شيء واقوى من كل شيء، ما تخليش حد يضحك عليك ويديك معلومه مش صحيحه. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. انا هادر، مع السلامه.